بكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دايما مع الوصفات. وكما شفتوا في العنوان لا فيديو تاع اليوم جبت لكم وصفة تاع عجب المرقاس التونسية بأيادي جزائرية والبنة عالمية. الوصفة راح تكون خفيفة وظريفة وبنينة بالبزاف مع كامل الشرح اللي راح يكون باين باش تخرجوا هاد الوصفة بنينة وبطريقة بزاف هايلة ومنظر بزاف شباب ولا اروع. هنا قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير واش راح نحتاجوا، اول حاجه الوصفه مبنيه على المرقز. بالنسبه للكميه تاع المرقز انتم اللي راح تحدوها حسب افراد العائله. انا هنا استعملت حوالي رطل. واش راح نحتاج معاهم؟ 3 حبات تاع فلفل حلو نقطعوهم مربعات، 3 حبات تاع طوماطيش نقطعوهم مربعات، 5 حبات تاع البيض، 4 فصوص تاع الثوم نربيوهم، كمية تاع زعترة، ملعقة تاع هريسة، ملعقة طماطم مصبرة. هنا عندي كاس تاع الماء فيه 100 مليلتر ومن بعد نوري لكم واش نديرو به. نحتاجو توابل فلفل عكري، فلفل كحل، راس الحانوت والملح. هذه هي الوصفة خفيفة وظريفة تقدروا كامل ديروها سواء الفطور سواء العشاء. هنا وبعد ما عرفتكم كامل على المقادير نجوزوا مباشرة إلى طريقة التحضير. هنا أول حاجة نجيبو هذاك الكاس تاع الماء واش نضيفو عليه الملعقة تاع الهريسة. ونزيدو نضيفو عليه هذه الزعترة اللي كنت حددتها. بالنسبة للزعترة استعملوا زعترة حية اللي راح تعطيكم بنة رائعة، مستعملوش هذيك اليابسة. هكذا واش راح نديرو؟ نخلطو الهريسة تاعنا والزعترة كيما راكو تشوفو في الكاس، نخلوهم اكوتي ونجوزو مباشرة للفرن تاعنا باش نبداو نطيبو الوصفة. بسم الله على بركة الله. كيما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا انا جبت الطاجين تاعي هذا اللي راح ندير فيه الوصفة. انتم الا ما كانش عندكم متوفر تقدروا تستعملوا مقلاة عادي، ماذا بكم تكون واسعة شوية. هذا ما كان هنا شعلت النار تاعي وخليت الطاجين تاعي يسخن مليح. بعد ما نشوفه سخن مباشرة نبداو نحطو في الحبيبة تاع المرقاز تاعنا بلا ما نستعملوا كامل الزيت باسكو المرقاز فيه الزيت. بعد ما نشوفو المرقاس تاعنا بدا يطيب من الجهة التحتانية وبدا يطلق هاديك الزيوتية تاعو، نجو نقلبوه بهاد الطريقة ونزيدو نخلوه يطيب. بالنسبة للكمية تاع المرقاس شتو أنا استعملت رطل، والنوعية تخيرو نوعية تكون مليحة. دركا كل واحد يعرف البوشي اللي في حومتو واللي يبيع حاجة شابة هاديك تبقى عليه. بعد ما خليت المرقاس تاعي زاد طاب وقلبتو راح نجي فرشيطه ونبداو نثقبوا فيه باش نحاولوا نخرجوا له كامل هذيك الصلصه اللي راها فيه لداخل. تبعوا معنا. المرقاس تاعي راهو طايب، انا في الوصفه تاعي ما خليتوش نص طياب المرقاس، راهو طايب هكذا تقدروا تاكلوه. واش راح نجيبو؟ راح نجيبو طبيسي ونبداو نحيو كامل هذو الحبات تاعنا تاع المرقاس. هنا واش راح ندير؟ نحيهم كامل ونعاود نولي لخوتي وخياتي. هنا ليه غير نحو المرقاس تاعنا خفيف ظريف، نجيبو اول حاجه الفلفل الحلو. بعد ما نشوفو الفلفل تاعنا خدا تقليه خفيفه وظريفه وما تكونش قويه بزاف باش الفلفل تاعنا ما يطيحش كامل. هنا راح نجيب الطماطم تاعي ونضيفوها، نزيدو نضيفو هادوك فصوص تاع الثوم كيما قلت لكم انا استعملت 4، وملعقه تاع الطماطم المصبره هايليك. هنا واش راح نديرو؟ نخلوهم يتقلاو. بعد ما خليناهم خداو تقليه خفيفه ظريفه، اول حاجه نجو نحطو الملح تاعنا كيما راكو تشوفو. بالنسبه للكميه تاع الملح راح تكون الكميه اللي راح توالم الفلفل الحلو والطماطم كيما على بالكم من المرقاس فيه الملح. هنا نضيفو عليه راس الحانوت اللي راح يعطينا بنه بزاف هايله. نزيدو نضيفو فلفل عكري وفلفل الكحل باينه بطبيعه الحال. هنا راح نقلبهم غير شويه خفيف ظريف ونعاود نولي. بعد ما نشوف الخضره تاعي كامل راهي تكتك بطريقه جيده، واش راح نجيب؟ هذاك الكاس اللي قلت لكم غير شويه تاع الماء 100 مليلتر، ملعقه تاع الهريسه، وهذيك الزعتره تكون حيه نربيوها، راح نفرغوها كامل كيما راكم تشوفوا. هنا واش راح ندير؟ راح نخليها تكمل طيابها حتى نطيب هكذا شويه، ما تخلوهاش تنشف كاع، لاصوص تكون خفيف. اذا كما راكم تشوفوا خوتي خياتي هنا الوصفه تاعنا راهي طايبه. الله الله ما شاء الله. شوفوا عندما تحركوا لاصوص تاعنا ثقيله. هنا ديكوفري توجور كي تقلبوا الماكله تاعكم، ديكوفري اسكو الماكله تاعك فيها هذاك الماء اللي يكون جاري ماشي صوص، اسكو الوصفه تاعك راهي مزيته. كما راكم تشوفوا قدامكم خوتي خياتي الاعزاء صوص طوماط بزاف بنينه، ما فيها هذاك الماء الليكيد، ما مزيته بطريقه بزاف هايله. هنا واش راح ندير؟ راح نطفي عليها النار ونجوزو الى مرحله اخرى. التكتوكه تاعنا راهي واجده
وجده خفيفه وظريفه بصوص بزاف هايله وبنينه بالبزاف. هذه تاع تغماس في الوعر، هنا على بالنا كامل الطريقه انهم تبقى توجور هكذا، يحطوا المرقاس عاودوا يحطوا المرقاس تاعهم، يديروا البيض. انا حبيت نستغناو كامل على هذيك الطريقه القديمه، نجيب لكم طريقه جديده اللي بزاف هايله. هنا اول حاجه البيض تاعنا راح ندير له لا سيباراسيون. علاش؟ باش البيض تاعنا يجي بنين. اول حاجه نحكم البيض هذاك، ندير له ملعقه صغيره تاع الملح ما يكفي هذوك البيض بلوندر، نزيدوا له شويه رشه تاع فلفل كحل ونضربوا بياض البيض تاعنا جيدا. بعد ما ضربت بياض البيض تاعي نحاول نجوزو كامل فوق التكتكه تاعنا كيما راكم تشوفوا. اذا هنا بعد ما دفقت كامل بياض البيض تاعي صاير طاير، راح نجيبو الصفر نبداو نرفدو بالحبه كيما راكم تشوفوا ونشكلوهم هنايا. اذا هنا بايض البيض تاعنا راهو مشكل، الصفر راهو مشكل، يبقى لنا غير المرقاز كيما قلت لكم. علاه قلت لكم قبيل المرقاز طيبوه مليح، راح يبقى شبح في لافينيسيو بمنظر بزاف هايل. هنا واش راح ندير؟ نستف كامل المرقاز تاعي ونعاود نولي لك الديكور اللي درتو انا. الطابق راهو خفيف ظريف، استفت هذا المرقاز صاير داير، الوسطاني درتو 3 هكا 3 هكا 3 هكا وطلعنا العلو بزاف هايل. هنا واش راح ندير؟ راح ندخلوه للفور يتحمر شويه قيس ما يطيب البيض، ونعاود نولي نوري لكم طريقه التقديم ان شاء الله. هنا وصلنا النتيجه اللي هي وطريقه التقديم العجاب المرقاز التونسيه بايادي جزائريه ولبنه عالميه. شوفوا المنظر شحال شباب خفيف وظريف بنينه بالبزاف. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه وديروها كامل وتنجحكم. هنا راح نضربها بشويه رشيشه تاع معدنوس خفيف ظريف. هذه هي الوصفه تاع اليوم كيما راكم تشوفوا، بعد ما شبحناها شويه معدنوس عجب المرقز بنا ولا اروع مع تقديم بزاف شباب. هنا نجي نقسم لكم الحاله باش تشوفوا كل حاجه كيما على بالكم. خوكم دحمانوس ما يخبي عليكم حتى حاجه. كيما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هذه هي الوصفة تاع اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. هنا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في رواحكم. إلى اللقاء مع وصفات جديدة، سلام.